دير الخير تلاقي جنان، واللي الديرة راكب تلقى وخلي في بالك. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول: تبسمك في وجه أخيك صدقة. جل الناس أو معظمهم يعرف الحديث هذا بس قليل يطبق فيه. شنو اللي يمنع أني نحط ابتسامة على وجهي؟ كان بندور أسباب حنلقى أسباب واجدة، بس أنا متأكد إن ابتسامتي لغيري حتدير فرق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولا تحقرن يعني ما تهزاش، يعني ابتسامتك حتدير فرق للأحسن بإذن الله. ابتسمت لأبوك أنت اليوم؟ ابتسمت لأمك؟ ابتسمت لزوجك أنت اليوم؟ ابتسمت لزوجتك؟ يا معلم ابتسمت لطلبتك؟ وانت مخطم في الشارع تلاقيت انت وعامل نظافة ابتسمت له؟ شوفوا معي. طبعا لينا في الرسول صلى الله عليه وسلم قدوة، وهدينا بعض المواقف والأدلة على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائم الابتسامة بشوش الوجه. مثلا روى عبد الله ابن الحارث قال: ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول الله. وعن جرير رضي الله عنه يقول كما في الصحيحين: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي. وهذا مثال آخر فيه درسين. الأول أنه صلى الله عليه وسلم كان دائم الابتسام، والدرس الثاني يعلمنا كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الناس اللي هم فيهم نوع من الجفاء والخشونة في التعامل. ما كانش يعامل فيهم نفس الخشونة، لا بالعكس، كان يرد باللين والابتسام. يأتي إليه الأعرابي بكل جفاء وغلظة ويجذبه جذبة أثرت في صفحة عنقه ويقول: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول صلى الله عليه وسلم فضحك، ثم أمر له بعطاء: بأبي أنت وأمي يا رسول الله. شوفوا عظمة قدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يودع في الدنيا وقد أنهكه المرض. كان مبتسم ضاحك لما شاف المسلمين يصلوا خلف أبو بكر الصديق في صلاة الفجر. فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن المسلمين بينما هم في صلاة الفجر من يوم الاثنين وأبو بكر يصلي بهم، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم في صفوف الصلاة ثم تبسم يضحك، أو كما قال: لقد أراد أن يودع الدنيا وهو يبتسم، ينظر إلى أمته وهي في الصلاة ومحراب العبادة فيختم بها حياته. خلوا في بالكم يا جماعة، رانا مطالبين في ديننا أن نبتسم لبعضنا. راه البسمة مفتاح للقلوب، وما هيش زي ما البعض يظن أنها تنقيس قدر وقيمة. أنت، أنا، صاحب المحل، صاحب التاكسي، الشرطي، الدكتور، حتى وانت واقف في السمافرو، شو المشكلة اذا شبحت اللي واقف جنبك وابتسمت له؟ الزبدة في الموضوع ان الابتسامة صدقة، وانت الرابح في الدنيا والآخرة، وخلي في بالك. شوف الكون تعلم منا وتأمل في خلق الله، دير الخير تلاقي جنان، واللي الديرة راكب تلقى خلك حنون وطيب متسامح ما تشيل أحقاب.
والبسمة عنك ما تغير، تلقى الود في قلبك ساد، تشوف الكون تعلم منا وتأمل في خلق الله.